أهلا بكم. أطلق مجلس شورى مجاهدي درنا فجر الاثنين عملية عسكرية ردا على الاعتداءات المتكررة على المدينة وأهلها. وأكد الناطق باسم المجلس محمد المنصوري في تصريح للتناصح أكد مقتل 3 وإصابة 4 آخرين من ميليشيات الكرامة خلال الاشتباكات التي دارت بمنطقة كرسة. وأفاد المنصوري بأن قوات المجلس سيطرت على دبابة نوع T-52 إضافة إلى 3 آليات عسكرية تابعة لميليشيات الكرامة كانت متمركزة بالمدخل الغربي للمدينة. قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري مصرات ابراهيم بيت المال انهم لا يثقون في قدره السراج وحياديته حتى يتمكن من تكوين الجيش. واضاف بيت المال في تصريح صحفي انهم لن يقبلوا باسير حرب مطلوب دوليا لقياده الجيش الليبي، مؤكدا على ضروره حقن الدماء ودعم المصالحه والمحافظه على وحده ليبيا، داعيا الى الاجتماع والالتفاف لتكوين جيش على الاراضي الليبيه، وأنهم ليس لديهم أي تحفظات أن تقود الجيش شخصية من شرق ليبيا. أصدر المجلس البلدي بنغازي المنتخب بحضور المكونات البنغازية بيانا طلب فيه الشخصيات التي تم تعيينها مما وصفها بسلطة الانقلاب باحترام العمليات الديمقراطية والتنحي جانبا وفتح الطريق للبلديات المنتخبة لمزاولة أعمالها. وطالب المجلس في بيانه الرئاسي المقترح ومجلس الدولة بعدم التعامل مع من اغتصب السلطة بقوة السلاح وفق قوله، داعيا منظمات المجتمع المدني لرفض هذه التصرفات وقطع الطريق أمام آلة العسكر وفق نص البيان. أعلن سيف القذافي الاثنين عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكلف بالبرنامج السياسي لسيف القذافي أيمن بوراس في العاصمة التونسية. وقال بوراس إن سيف القذافي سيخرج قريبا ليعلن ما أسماه البرنامج السياسي والإصلاحي، مؤكدا وجوده في مكان آمن داخل ليبيا. يذكر أن محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في يونيو 2015 حكما بالإعدام رميا بالرصاص على سيف القذافي وعدد من رموز النظام السابق، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله.